بتتميز قارة أمريكا الجنوبية بأكبر نهر على وجه الأرض وهو نهر الأمازون، وبتضاريس متميزة زي جبال إنديز. ومن الأسماء المنتشرة ليها هي أمريكا اللاتينية، وده عشان معظم القارة بتتكلم أسباني وبرتغالي وإنجليزي وفرنساوي وهولندي، والخمس لغات دول بينتموا لعائلة اللغة اللاتينية. وتعتبر قارة أمريكا الجنوبية واحدة من أكبر القارات تنوعاً، فهي موطن لحيوانات كتيرة زي حيوان اللاما والبرانا والجاكوار وغيرهم كتير. ولو أول مرة تشوفني فدوس اشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول ما ننزلها، واعمل لايك عشان أكيد هيعجبك الفيديو. التمارين من أصغر أنواع القرود في العالم، وفي منه نوع بيزن حوالي 500 جرام يعني نص كيلو، وهو التمارين الأسود، وبيعيش على ضفاف معظم أنهار أمريكا الجنوبية. ومن صغر حجمه بيتم افتراسه من الطيور الجرحى والتعابين والصيادين والقطط المختلفة، وبتغذى على الفاكهة والصراصير وثمر الشجر، وبيصنفه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إنه معرض لخطر الانقراض. تعتبر سلحفاة غالة باغوث العملاقة واحدة من أشهر حيوانات أمريكا الجنوبية، تتواجد في جزر غالة باغوث اللي بتبعد 1000 كيلومتر عن دولة الإكوادور، وكان في منها حوالي 15 نوع، إلا إن في الوقت الحالي انقرضوا 5 أنواع منها ومتبقية 10 أنواع، وممكن يوصل وزن أكبر سلحفاة ل 400 كيلو جرام وطولها لمترين، وبكده فهي بتحتل 10 أضخم كائن حي على وجه الأرض. يعتبر من أكثر الحيوانات عمرا عشان بيزيد عمرها عن 100 سنة، وللأسف هي تعتبر من الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض. كلنا عارفين اللاما من صغرنا، واللي ما يعرفهاش فممكن يعرفها دلوقتي. اللاما حيوان بيعيش في جبال انديز في امريكا الجنوبية، وفي كل من الاكوادور وبيرو وبوليفيا وشيلي وشمال غرب الارجنتين، ومن شكله كده فهو شبه الجمل الصغير بس من غير سنان، وده عشان هو من عيلة الجمليات، وهو مهم جدا جدا للسكان الأصليين عشان هو بيساعدهم في النقل، وممكن يشيل على ظهره لحد 90 كيلو جرام، وغير كأنه بيعملوا من جلودهم الهدوم اللي بيلبسوها السكان الأصليين. تعتبر جمال الغناق من أكبر أنواع الثدييات في عائلة الجماليات، ومع ده فهو يعتبر من أصغر أنواع اللاما، حسنا بيوصل طولها لمتر أو مترين ووزنه 70 كيلو جرام، وبيتواجد في المناطق الجبلية في بيرو وتشيلي وبوليفيا. بيربيها السكان الأصليين عشان اللبن والسوق واللحوم، وغير ده هي بتستخدم في النقل، وهي بتتحمل أحمال الكبيرة لمسافات طويلة. الفيكونة أو الفيكونة ده حيوان من قرايب اللاما، يعتبر من الحيوانات المهمة للسكان المحليين، ده عشان جود الصوفها اللي دلمه كل 2 مرات، وده بيكون مصدر دخل مهم لبعض السكان في أمريكا الجنوبية. وعشان هما التلاتة من نفس العيلة وليهم نفس الشكل كمان، فاعتبرناهم كحيوان واحد واديناهم المركز 8 في أغرب الحيوانات في أمريكا الجنوبية. نمر الجاكوار هو النمر الوحيد اللي لا يزال على قيد الحياة في الأمريكتين، بحيث ان ممكن العثور عليه في الغابات الكثيفة في جميع أنحاء قارة أمريكا الجنوبية، وفي ناس كتير بتخلط بينه وبين النمر والفهد. النمر بيكون مخطط أو عنده رقبة زي الجاكوار، بس بيكون حجمه أكبر وأقوى، بينما الفهد فعنده نقط بسيطة وحجمه أصغر من الجاكوار، ويمتلك الجاكوار عضة أقوى من عضة الأسد، فبيصل ضغطها إلى 2000 رطل، وبكده فهي أقوى عضة في السنارويات وتاني أقوى عضة في الثدييات بعد الضبع المرقب. وهو يعتبر من الأنواع القريبة من خطر الانقراض بسبب صيده عشان فروه الجميل والمنفذ. الدوق
لوجو أرجنتيني أو الكلب أرجنتيني، بيتميز بشعره الأبيض وهو من أنواع كوينز بيت، وهو كلب حراسة ممتاز وهو من السلالات المفلسة جدا، وبيدافع عن عيلته بشراسة، وهو مثالي جدا في حالات الصيد. هو واحد من أقوى أنواع الكلاب في العالم، وهو شبه كلب الدوج بول الأمريكي إلى حد ما، وبيستخدموه في الأعمال الشرطية والبحث والإنقاذ والعمل العسكري، وهو من أنواع المحظورة دوليا. سمكة البيرانا دي سمكة صغيرة جدا في الحجم، وما بتتعداش حجم كفة الايد، الا ان في بعض الصيادين ليه سمك بيتعدى 40 سنتي، وبتمتلك فك كبير مزود بأسنان حادة جدا شبه المنشار، وتساعدها على اكل اللحوم وطحنها، وهي ممكن تاكل اي كائن على وجه الارض حتى لو كان انسان، وتعيش في المية العذبة في حوض نهر الامازون في امريكا الجنوبية، وبتتميز بحاسة شم قوية جدا للدم، وعندها القدرة على الشعور بأي ذبذبة غير مألوفة في المية، وتعتبر مصدر إزعاج للصيادين في الأماكن اللي بتتواجد فيها، وده عشان هي بتمزق الشباك وبتقطعها أو حتى بتهجم على الصيادين نفسهم، وفي حوالي 40 حالة أسبوعيا نتيجة الإصابة من أسماك البيرانا. قاتل أسماك البيرانا سمكة الأرابيل، يعتبر من الأنواع المنتشرة على نطاق واسع في أمريكا الجنوبية، وما بتهاجرش أبدا على مدار السنة، ده اللي زاد احتمالية إن في أنواع تاني غير مكتشفة لحد دلوقتي، وتم العثور على حفريات لأرابيما عمرها 23 مليون سنة في كولومبيا وبيرو والبرازيل، وده اللي خلاها أقدم الأنواع المعروفة من أسماك المياه العذبة. التبير حيوان ثدي شكله شبه الخنزير، وبينتمي لرتبة الحيوانات ذات الأقدام أحادية الإصبع، وبينتشر في نطاق واسع في الغابات القريبة من المية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا، وأكثر حاجة بتميزه هو خرطومه اللي بيتصف بالمرونة العالية والحركة في كل الاتجاهات، وفي منه أربع أنواع وهم التبير الجبلي أو الصوص، والتبير الملايو، والتبير البيريدي، والتبير البرازيلي، وكل أنواع دي معرضة لخطر الانقراض، وده عشان الصيد الجائر وفقدان الغابات والموائد، وغير كده إن في ناس بتتغذى عليه. حيوان المدرع بيتميز إنه الحيوان السدي الوحيد اللي عنده صفائح عظمية بتغطي جسمه من فوق، وده سبب تسميته المدرع. في منه حوالي 20 نوع بتختلف عن بعضها في الحجم واللون، وبتعيش كلها في أمريكا الجنوبية ما عدا نوع واحد بس بيعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وبتغذى كلها على النمل والنمل الأبيض والخنافس وغيرها من الحشرات والفقاريات الصغيرة. ماستر توقات بريشه الملون ومنقاره الكبير، وفي منه حوالي 40 نوع، وبيتواجد طائر الطوقان في الغابات الاستوائية في غيانا والبرازيل والأرجنتين وبوليفيا وباراغواي، بيتغذى على الثمار والبيض والقوارض والحشرات، ومعظم الأنواع دي معرضين لخطر الانقراض. ولو انت فعلا فاكر ان الحيوانات دي غريبة
فانت لسه ما شفتش حاجة مقارنة باللي في قارة امريكا الشمالية. ان شاء الله هنعملها المرة الجاية، فتأكد انك انت اعمل لايك واشتراك عشان يدوبك ننشر الفيديو يوصلك اشعار ان احنا نشرناه. كان معكم وطف ذات، واشوفكم فيديو جديد. انجوي.